حسيب بحبحنا مامو منا ناقصين طوموبيلات هنا بزاف. صور صور والله قلت لك بدينا العام الله يبارك. شوف هذه السلعه هادو اللي راكم تشوفوا فيهم كاع جديات. هيا شوفوا هذه الجديان شحال شابين الله يبارك. اذا مشاهدينا عندنا عرض حصري للبيع. هاد الاعتارس هذا وين تباعوا الله يبارك؟ السن هنا راه يقول السن هنا شحال؟ جديان جديان السن. هادو كاع جديان؟ كاع جديان. تاع العام؟ تاع العام ايه. هادو تاع العام مازال ما بدلوش الله يبارك. والسيد هنايا شحال شحال تباعوا؟ طايح 200 بالحم الكيلو. لا قلت لك شحال تباعوا شحال تباعوا؟ تباعوا 28. 28 الله يبارك. تباعوا 28 بسعر الجملة هكا. ايه جملة. الله يبارك. هذا عطاه 46. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع. هذو اللي راكم تشوفوا فيهم هذو كاع تاع العام الله يبارك. شوف هذه السلعة تاعنا تاع الجزائر. الماعز تاعنا تاع الجزائر الماعز البلدي. هذا شحال سموك فيه؟ عطاه 46. 46 والبيع شحال؟ سلعة شابة. والبيع شحال؟ راه قريب 47 نطقوا. 47 هو سعر البيع. وهذا؟ عطاو 63 و50 ألف بيناتهم. 63 و50 ألف سوموه في زوج. والبيع شحال؟ 65 نطلق. 65 هو سعر البيع. قل لي مين جيتنا هون؟ الشابونية. ولاية المدية. الله يبارك. المدية معروفة بتربية الماعز خاصة الماعز تاعنا تاع الجزائر البلدي. رقم الهاتف تاعك تخليه لي المتابعين باش يتواصلوا معك الناس. 076 35 56 33. الله يبارك. هذا جنى هذا جنى من ولاية المدية. السلعة اللي راهي متوفرة وشنو؟ راه كاع السلعة متوفرة. وش المعزة تاع الحليب كاين؟ كاين المعزة تاع الحليب، كاين البقري، كاين كل خير. الله يبارك. تقدروا تتواصلوا معاه، رقم الهاتف تاعو راهو جاز، هذا انسان طيب. راني في الخط. 12 تاع الليل نهضر، عيط عيط. كيفاش؟ 12 تاع الليل نهضر، الزوج تاع الليل نهضر، عيط عيط عيط. شكرا على المشاركة، يعطيك الصحة. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، هذو اللي راكم تشوفوا فيهم كاع جديات، هذو دافعين، الله يبارك. شحال مازالهم على الولادة؟ والله واحد ثلاث شهور هكذا ويولد. مازالت الولادة شوية طويلة، وشحال سموك هنا؟ شحال بعتهم؟ بعتهم 23. 23 الوحدة؟ إيه الوحدة. الله يبارك، باعهم 23. شوفوا جدية تاع 23 تاع العام الدافعة كيفاش دايرة الله يبارك. كيفاش دايرة الله يبارك هنا من سوق حاسي بحبح. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع. شوفوا هذه الجديان شحال شابين الله يبارك. بسم الله ما شاء الله. راهم مع الامهات تاعهم. قل لي شحال سموك هنا في الجمله؟ عطاونا 56. 56 في الجمله؟ متومين كاع هذو؟ ايه متومين الله يبارك. 56 في الجمله. والبيع شحال راك تقول هنايا؟ البيع مازال سعر البيع مازال مفتوح. شوفوا هذا الماعز شحال شباب الله يبارك. هذا يشبه للماعز السوري. اذا مشاهدينا عرض اخر للبيع. هنا عندنا عتروس وعندنا زوج معزات سداس. كاينه وحده دافعه هذه اللي راكم تشوفوا فيها، هذه سداس ودافع، وهذه سداس والده هاوليك وليدها، وهذا عتروس كيف كيف سداس. العتروس شحال سموك فيه؟ طولنا 38. والدافع؟ دافع 22. واللي والده؟ الوالدة عطاو 33. والبيع شحال راك تقول تاع العتروس؟ البيع راه قريب ب 4 نبيعو. 4 ملاين؟ ايه. وهذه اللي دافعة البيع تاعها شحال؟
25 قطعة. 25 زوج ملايين و500. زوج ملايين و500. والبيضة هذيك اللي والدة شحال؟ البيضة نقاطعها ب 35. 35 هو سعر البيع هنا من سوق حاسي بحبح لولاية الجلفة. قل لي اسمح لي قل لي بالنسبة للسوق هذا يدخلوا الماعز بزاف ولا شوية؟ لا لا يدخلوا خيرات. الناس رايحة تعرف اسكو تجي للسوق هذا ولا لا لا؟ واش تنصحهم انت؟ فيه قلت لك الناس راهم حابين يعرفوا اسكو يجوا لهذا السوق يقضوا منه الماعز ولا لا؟ انت باش تنصحهم؟ ايه يشتروا منه خيرات. واش تنصحهم انت يجوا؟ يجوا من كل ولاية قاعدين يشتروا خيرات. خويا شكرا على المشاركة. قل لي واش عندك تلبيع؟ خير ربي انا عندي هذا المعيز هذه وراها هاي وراها هذه شحال عندها السن؟ ربع سداس عطاونا طروندو 3 ملايين و200 200 هذه ربعيه ولا سداس؟ سداسيه بشاو مربيها مربيها ماكله قيمتها ونطلبوا ربي ان شاء الله ربي يعطينا القيث ان شاء الله ان شاء الله. وشحال ناوي تبيعها؟ 35 3 ملايين و500. شوف هاولك عندها جديده ولا جديه؟ عندها جديده هاوليك. شوفوا وليدات شحال شباب الله يبارك بسم الله ما شاء الله الله يبارك. شوف الله يبارك. عندها شوف اسمع عندها جديد تاع شباب الله يبارك الله يبارك جديد شباب خير ربي خير منها. شكرا على المشاركه اخويا العزيز. شوفوا هذا الجديان الله يبارك شحال شابين بسم الله ما شاء الله. هنا كاين ربع جديان وكاين زوج معزات هامليك الله يبارك. قل لي المعزة هذيك سنتها شحال هذيك؟ هذه ستسة والأخرى ستسة. هذو ما في زوج ستسات وهذو ما شحال البيع تاعهم؟ البيع شحال بالتقريب؟ والله ماني نسمع. شحال شحال بالتقريب؟ ما حبش يقول لي سعب. يا واسمك بلا عقل جدي راح يتوازى ما حبش يقول لي على الاسعار. اذا مشاهدينا عرض اخر للبيع هذا سداس وعطاو له 23 ها. وانت شحال راك طالب فيه هذا اخي الكريم؟ طالب فيه 25 زوج ملايين و500. ايه سعر البيع راه يقول زوج ملايين و500 هدايا سداس. Thank you.
قبلوا حق التلفون الكبير. ها إذن مشاهدينا جولتنا خلصت اليوم هنايا من سوق حسيب أحباح للمواشي. أنا باقيكم على خير، نتلقوا إن شاء الله في فيديوهات جديدة. سلام. ما تنسوش برك تبارطاجيو لي هذا الفيديو على الولايات وتشتركوا أيضا في الصفحة الجديدة اللي هي دنيا تيفي. نتلقوا إن شاء الله في فرصة جديدة، مكان جديد، أسعار جديدة وثقافة جديدة. سلام. قلت لك بدينا قبل قال 160 160 اسي محمد لا طاير سما واش بغى افرع كاع من دوبا كاع وراك تجري انت هذا كون كان بعيد عليه في حاجه ليها خلاص خلاص البيت ولا من